ظالمين مجرمين، ظالمين عم ياكلوا حقوق العباد، ظالمين عم يضربوا العباد، ظالمين عم يسجنوا العباد، ظالمين عم يفتروا على العباد، ظالمين عم يقتلوا ويذبحوا بالعباد، ظالمين عم يشردوا العباد، ظالمين عم يحاصروا الناس ويجوعوها. طيب وين عدلك يا رب؟ وين عدلك يا رب؟ هذا لسان حال كثير من الناس اليوم. الجواب يا أحبابنا أن الله تعالى خبأ العدل ليوم العدل. مين قال لك أن الدنيا هي يوم العدل؟ مين قال لك أن الدنيا هي يوم الحساب؟ من أخبرك؟ هل أخبرك الله أن الدنيا هي يوم الحساب وأخلف رب العالمين؟ أعوذ بالله، حاشا. ديروا بالكم يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أن الميزان بالدنيا معطل. ميزاني أنا وياك لازم نشغله، لكن إحنا ما نشغلينه، ناس بيشغلوه ناس ما بيشغلوه. الميزان المطلق العظيم العام الأكبر هذا معطل بالدنيا، ما موجود الآن. الآن حلم من الله سبحانه وتعالى على العباد جميعا، يرى ويسمع سبحانه وتعالى. طب وين الميزان يا رب؟ قال لك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هو خبرنا أنه المال الميزان بالدنيا، الميزان بالآخرة سبحانه وتعالى. وقالنا بالقرآن الكريم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بس الله ما بده يعجل لهم العذاب. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. بل لهم موعد، هو وعدنا سبحانه وتعالى أنه في موعد يوم القيامة. هنالك يقول لهم يا أهل النار خلودا فلا موت. هنالك يؤتى بأولئك الصناديد المجرمين الجبارين في الأرض اللي ذبحوا قتلوا سجنوا وشردوا العباد وأكلوا المال وفعلوا فعلوا فعلوا. عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما يلقيهم في النار وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا أهل النار خلودا فلا موت. عند ذلك ترى عدل الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشاة اللي ما إلها قرون تقتص من الشاة اللي إلها قرون. ميزان عدل مطلق. أما اليوم لا، العدل بالدنيا ليه؟ لأنه الدنيا لا تسع. لو أتينا بمجرم قتل آلاف الناس وشرد آلاف العباد طيب أردنا أن نقيم عليه أصعب عقوبة، ماذا نفعل؟ نقتله مرة. طيب هذه المرة مقابل طفل. طيب بقيت اللي قتلون الآلاف اللي قتلون وشردون وذبحون. الدنيا لا تسع للعدل يا أحبابنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام العدل يوم العدل، وربنا وعدنا بذلك. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لذلك ما الواحد فينا عندما يظلم عندما يقهر أحيانا يتكلم الظلم، تتكلم مظلومية المظلوم، فيتكلم بمعنى أين عدلك يا رب؟ لا، عدل الله موجود والله، ولكنه هو وعدنا أن لعدل الله يوم هو يوم العدل. نسألك اللهم أن تجعلنا موقنين بما وعدتنا، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا كامل الإيمان بحلو القضاء وكامل الإيمان بمر القضاء، وأن تسلمنا وأن تحفظنا وأن تكرمنا بالعافية. اللهم آمين.